اتصال أو سؤال علي من السعودية يقول: هل الأذان يؤثر على أطفال المسيح؟ هم يعني لا يريدون أن الطفل يسمع الأذان. لماذا؟ عشان يتربى يكرهه. يعني أنا أفتكر أن الشيخ الشعراوي رحمه الله يعني من النادر أن ينجب مثله، لأن أنا لي تجربة معه خاصة. يعني هذا الرجل يعني شوف، لما يدعوك بكلمة بعيدة جدا عن الأسلوب الجارح وانت قس، يعني عشان يدعوني قال لي إيه؟ قال لي: أنت عقلك مستنير، لكني أطلب من الله أن ينير قلبك مثلما أنار عقلك. الله أكبر، الله أكبر. يعني ساعتها الكلمة دي، يعني رحمه الله، رغم أن أنا ما كنت أحبه. وأنت قس؟ طبعا كنت تحب الشعراوي خالص. لماذا؟ كقس ما كنت أحبه، لكن سبحان الله لما تقابلت معه. أنا ساعتها كان بقول له: يا ريت لبس الأزهر ما يلبسونه غير في مرحلة ثانوي. قال لي: لماذا؟ قلت: عشان بيلبسونه في ابتدائي، وابتدائي بيضربوا بعض بالطوب، ويعني ده زي ديني. فقال لي: أنت عقلك مستنير، لكني أطلب من الله أن ينير قلبك مثلما أنار عقلك. كان هذا متى يعني يا دكتور؟ يعني يمكن في بداية 95 برضو. كان هو جاي يشكر البابا عشان سأل عليه في لندن أيام ما كان عامل عملية في زوره. الحقيقة هذا الرجل مؤثر فيه جدا. ليش مؤثر فيه؟ لأني الإنسان بيصير نقيض بالضبط. يعني كل الحاجة، كل أي أمر كان بيعمله يصير نقيضه تماما. فالأذان، نرجع للأذان. نعم. ساعتها الأذان أذن، فالبابا شنودة قال إيه الشعراوي؟ قال له: أذانك أذاني. كيف؟ أذانك أذاني، يقصد بها أصل هو عنده تورية في يعني يسموها في العربي تورية أو اللغة العربية. فأذانك أذاني علشان يفهمها الشعراوي رحمه الله إن صلاتك صلاتي، لكن هو يقصد أذانك أذاني، أذاني في نفسيتي يعني. أذانك أذاني. أذان، نعم. شفت لما واحد يؤذي واحد؟ أي نعم. فيبعدونه عن الأذان. يعني الأذان يعتبر يعني مؤذي للمسيحيين أو مؤثر يعني. صحيح. طيب أبو عبد الله يطلب بالإكثار من البرامج، ونتمنى أن يكون هناك يعني برامج تختص بالدعوة للإسلام. أنا على فكرة ما منعت نفسي، والله أنا ما يعني قمت من سريري هذا اليوم إطلاقا. ربنا شاهد كم بإيه هذا التعب اللي فعلا نعرف سبحان الله اللي جابني من الدمام نعم. لغاية هنا يعني سبحان الله. الله، لكن أنا ما أمنع نفسي عن أي يعني من أجمل لحظات عمري اللي الواحد بيتكلم فيها عن الله يبارك في جودك. باختصار يعني أبو عمر يقول نصيحة لمن أراد أن يدعو المسيحي خصوصا غير العرب. هو شوف، المسيحي لا يؤمن بالقرآن ولا السنة، فمن الخطأ أن تدعوه من القرآن. ما تقول له القرآن بيقول: يا عيسى ابن مريم أقلت للناس اتخذوني أنا وأمي إلهين من دون الله؟ ما تقولوش كده، لكن ادعوه من الإنجيل. وأنا قلت قول يعني قد يكون من الأقوال المأثورة لي، قلت: اقرأ للنصراني، اقرأ الإنجيل يصل بك إلى القرآن، اقرأ الإنجيل يصل بك إلى القرآن، واقرأ عن التثليث يصل بك إلى التوحيد. أم بغروريوس دوت اللي أعطاني الماجستير قال: ما أحد تكلم في التثليث إلا وجرحه. يعني عشان تيجي تفسر موضوع التثليث تجرحه في التفسير، ما تقدر تفسره كيف. فيعني نصيحتي للذي يدعو نصراني، يدعوه من الإنجيل، يقول له لما المسيح يقول: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ فهل إله ينادي إله؟ لما المسيح يقول للشاب الغني: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله.
إذن ينفي عن نفسه الصلاح أو ينفي عن نفسه أنه هو الله. فاللي يدعو النصارى يدعوهم من الإنجيل ذاته. أحسن الله إليك يا شيخ مؤمن حقيقة. يعني حقيقة الحلقة طيب. يعني مضى الوقت سريعا وأشكرك شكرا جزيلا. جزاك الله خيرا وشكر الله لك استجابة دعوة البرنامج وأتيت من السفر، فنسأل الله جعل ذلك موزين حسناتك. تحت أمرك. شكرا دكتور مؤمن. دعواتك لي وجميع المستمعين. بارك الله فيكم وأشكركم متابعي الكرام، وأسأل الله العلي العظيم في هذه الساعة المباركة في هذا الثلث الأخير من الليل، أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم القادر على كل شيء أن يهدي أبناء الدكتور مؤمن إلى الإسلام، كما أسأله عز وجل أن يجمع بينهم وأن يؤلف بين قلوبهم وهم على الإسلام، إنه على كل شيء قدير. وبإذن الله عز وجل، بإذن الله عز وجل.